السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة سلم تفاعل. إن شاء الله ده حلقة جديدة هنتكلم فيها عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة. الوزير طلع من شوية وأعلن مرحلة أو نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، وكمان قال على ميعاد بداية المرحلة الثانية. هنقول مع حضراتكم كده الحد الأدنى لكل كليات المرحلة الأولى والنتيجة بتاعتها. عندنا الأول الكليات الطبية، المجال الطبي، كلية بالنسبة لعلمي علوم، عندنا كلية الطب الحد الأدنى بتاعها 98.53%، كلية طب أسنان حد أدنى 98.41%، كلية الصيدلة الحد الأدنى بتاعها 98.4%، كلية العلاج الطبيعي الحد الأدنى بتاعها 97.9%. ده بالنسبة لكليات علمي علوم، والكليات دي اكتفت على كده وقفلت على كده، عشان كده دي الحدود الدنيا بتاعتها. حضرتك لو مجموعك أقل من كده الكليات دي خلاص قفلت على كده، وديت الحدود بتاعتها. بالنسبة لطلاب أدبي، الكليات اللي قفلت في المرحلة الأدبية كانت اقتصاد وعلوم سياسية بحد أدنى 96.2%، كلية الألسن كان الحد الأدنى بتاعها 95.24%، كلية الإعلام وكان بحد أدنى 94.63%، كلية الآثار وكانت بحد أدنى 92.92%. ده بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية. بالنسبة لطلاب علم رياضة، في لحد دلوقتي في بعض كليات ما اكتملش العدد بتاعها، عشان كده ما قالوش الحدود الدنيا، فما في ما قفلتش مش ما فيش كليات قفلت في المرحله الاولى لطلبه علمي رياضه. وفي اماكن اللي كليات الهندسه متاحه عشان التقديم في المرحله الثانيه، زي هندسه في المطريه، جامعه حلوان، هندسه السويس، هندسه المنيا، هندسه سوهاج، هندسه الطاقه باسوان، هندسة أسيوط. يعني في أكتر من كلية هندسة على مستوى الجمهورية متاحين لطلاب المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب علمي رياضة. بالنسبة للكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من علم علوم، عندنا كلية الطب البيطري، كلية التمريض، كلية علوم، كلية زراعة، كلية حاسبات ومعلومات، كليات الذكاء الاصطناعي، دولت متاحين لطلاب المرحلة الثانية من علم علوم. بالنسبة للأماكن المتاحة والكليات المتاحة واللي فيها أماكن بالنسبة لطلاب الشعب الأدبية، عندنا كليات تجارة، تربية، آداب، حقوق، سياحة وفنادق ومعاهد الخدمة الاجتماعية. وكمان بالنسبة اللي احنا مستنيينه، الحد الأدنى بالنسبة للحد الأدنى للمرحلة الثانية، ده ان شاء الله هقوله في فيديو تاني، واستنوا الفيديو اللي جاي هنزله دلوقتي على طول برضك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.